أعضاء أوركسترا مكتبة اسكندرية فازوا في مسابقة المؤتمر الموسيقي للوتريات واللي بيتم تنظيمها في كندا. تم حصد المركزين الأول والثالث وسط منافسة فنية بيشارك فيها مجموعات كبيرة من أساتذة الموسيقى والعازفين على الآلات المختلفة من 8 دول. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور شادي عبد السلام المدير الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك. يعني في البداية وضح لنا الأعمال الفنية اللي بيتم التقديم بيها في المسابقة الدولية وحصدتم مراكز متقدمة فيها ولا لا؟ اولا انا يعني عايز اوضح في مكتبه اسكندريه فيها مركز الفنون بالمكتبه منذ انشاءه في سنه 2002 تم انشاء اوركسترا مكتبه اسكندريه الاساسي هو الاوركسترا الاحترافي يعني بيشتغل تبع مركز الفنون وسنه 2005 كان في رؤيه ان احنا نعمل اوركسترا للشباب اللي هم العازفين المهرة اللي هم يعني عندهم الموسيقى الكلاسيكية كهواية وبالفعل تم إنشاء أوركسترا شباب مكتبة اسكندرية في 2005 أنا بتولى تدريبه من هذا الوقت يعني وهو ده الأوركسترا اللي شارك في المسابقة بتاعت المؤتمر الدولي للوتريات في كندا وفاز فعلا بالمركز الأول والثالث في مسابقة موسيقى الحجرة والعزف المنفرد للكيبورد في الفئات العمريه. فهو المجموعه اللي فازت هي مجموعه من اوركسترا الشباب الحقيقه مش من العازفين المحترفين يعني. فدي كانت حاجه يعني طبعا يعني جميله جدا بالنسبه لمصر يعني وبيشارك في المؤتمر الدولي ده يعني السنه دي هو كل سنه بيشارك دول مختلفه السنه دي شارك 8 دول هي يعني كندا والولايات المتحده وروسيا واوكرانيا والصين والبرازيل ومصر الاول يعني مره والدوله العربيه وقبرص. هو المؤتمر ده بيتعمل كل سنه لاساتذه الوتريات ملتقى ومؤتمر في منظمه جامعه البرتا في كندا وعلى هامش المؤتمر ده بيبقى فيه مسابقه للشباب فئات عمريه وعزف مختلف عزف جماعي اوركسترا او موسيقى حجره اللي هي بتبقى مجموعات صغيره ثنائي او ثلاثي او رباعيات وتريه وهو ده اللي احنا خدنا فيه المركز الاول السنه دي وكمان العزف المنفرد للفئه العمريه للكبار يعني خدنا المركز الثالث. طيب عظيم جدا. طيب يعني مراكز مهمة جدا وسط 8 دول مشاركة كبيرة يعني كلمنا أكتر عن الفايزين بقى. الفايزين في يعني بالنسبة للسنة دي هم الشباب اللي بقول لحضرتك عليهم الحقيقة إن هم مثلا منهم دارسين للطب وطب أسنان وهندسة كمبيوتر وكده هم إيه نوع الوتريات اللي بيعزفوها؟ الآلات الوترية اللي بيعزفوها آلة الكمانجا اللي هي الفيولينا وآلة اسمها الفيولا أكبر شوية من آلة الكمانجا وآلة التشيلو اللي هي يعني زي الكمانجا الكبيرة يمكن الناس تعرفها شوية اللي هي بتبقى يعني واقفة شوية كده هو قاعد مش الكونترباس بس اللي هي التشيلو الأصغر شوية فدي الآلات اللي هي فازت معانا السنة دي في المسابقة. طيب هل دي أول مرة تشاركوا في هذه المسابقة؟ لا الحقيقة دي تاني مرة بس هو الدعوة جات لي السنة اللي فاتت من صديقة روسية بتشتغل استاذه للكمانجا في جامعه البرتا كانت بتعمل فتره في اوركسترا القاهره السيمفوني في فتره مضت وهاجرت يعني لكندا فكلمتني السنه اللي فاتت ان هي بتنظم يعني في التنظيم بتاع المؤتمر وان هي نفسها مصر تشارك في هي عارفه ان احنا عندنا اوركسترا وعازفين وبتاع فقالت لي لو انت تعرف يعني تساعدني ان احنا يعني مصر تشترك عن طريق المكتبه او اكاديميه الفنون في القاهره كمان فانا كلمت اساتذه الفيولينا في اكاديميه الفنون في القاهره لان انا مدرس في اكاديميه الفنون وبرضو اشتركوا من خلال الطلبه بتوعهم واحنا كاوركسترا مكتب شباب مكتبه اسكندريه اشتركنا بعادتين في الفئات الفرديه والجماعيه. طب ايه المقطوعات الفنيه اللي شاركوا بيها في المسابقه يا فندم؟ قوي بس السنه دي اشتغلنا جامد يعني على على الموضوع والحمد لله لما بعتنا يعني
فيديوهات حصدت المراكز الحقيقه يعني ونالت اعجاب شديد. يعني هي المقطعات الفنيه اللي شاركوا بيها كانت ايه؟ بالنسبه للي فازت بالمركز الاول كانت مجموعه رباعي وتري لمؤلف اسمه ألكسندر جلازانوف، مقطوعه اسمها اورينتال او اورينتال، يعني مقطوعه في ستايل شرقي، بس المؤلف اسمه يعني مؤلف روسي كلاسيكي اسمه ألكسندر جلازانوف. وكمان فاز في المراكز الفردية يعني مقطوعات في مؤلف أسباني اسمه سراسات، ومقطوعة لبيتهوفن يعني كان بيأديها عازفين منفردين مارك لوتسي ومنار أدب. طيب لو حضرتك تكلمنا بشكل عام بقى عن المسابقة، عن هل ميعادها مثلا ثابت كل سنة؟ المؤتمر ده بيتعمل في مايو كل سنة، بيبقى ملتقى للأساتذة، بيبقى يمكن مش حوالي 50 أستاذ كمانجا من أو يعني وتريات عموما، كمانجا وتشيلو كونتر باس وجيتار كمان وهارب عموما في الآلات الوترية كلها. بيبقى فيه سيشن كتيرة عن طرق التدريس والتطوير الأداء وإزاي التعامل مع الصعوبات اللي بتواجه الدارسين وما الى ذلك يعني. وعلى هامش المؤتمر ده بيتعمل كل سنه مسابقه للوتريات بقى كلها، يعني بيشارك فيها يمكن 100 150 عازف على مستوى العالم. وفي لجنه بقى يعني من جامعه ألبرتا هي اللي بتحكم في المسابقه دي، وبيطلعوا النتائج يعني طبعا بيحصلوا على شهادات تقدير من المسابقه، وهي مسابقه محترمه جدا يعني، لان الحقيقه بيشارك فيها ناس متخصصه على اعلى مستوى يعني. طيب الشباب اللي شاركوا في المسابقه هم شباب اكاديميين، فاحكي لي عن هم مش اكاديميين اكاديميه الفنون. هم لا، هم مش شرط ان هم يكونوا اكاديميه، في بعضهم درس بعض الوقت في اكاديميه الفنون، انما هم مش خريجين المعهد العالي للكونسرفاتوار، هم درسوا الموسيقى بشكل حر. في بعضهم درس اكاديميه الفنون لغايه يعني مرحله ثانوي، انما هم كلهم طلبه جامعات يعني طب وطب اسنان وهندسه كمبيوتر وتجاره وما الى ذلك. طيب التدريبات او يعني البروفات اللي بتعملوها قبل الاشتراك في المسابقه بتاخد وقت قد ايه؟ هل هم كانوا مستعدين من قبلها، اختاروا مقطوعات فنيه كانوا عارفينها فاميليير بيها، ولا اتمرنوا عليها لاول مره؟ احكي لنا عن الكواليس اكتر. تمام، انا بحدد معاهم ان احنا عايزين نعمل يعني هنشترك في المسابقه دي. الكلام ده مثلا ممكن المسابقه في مايو، فاحنا بنشتغل مثلا من شهر سبتمبر اكتوبر مثلا على ان نعمل التدريبات، وبنعمل حفله لايف. هو لازم التسجيل ده يكون يعني لايف، مش يعني حاجه مش متسجله في المنزل يعني. تكون حاجة متصورة لايف يعني. فاحنا بنحضر ان احنا نعمل زي حفلة، والحفلة دي تتصور وبعدين بنبعت التسجيلات دي. طبعا انا بختار معاهم، هم بيبقى عندهم اقتراحات، فانا يعني بعدل مثلا، اقول لا دي اختار المقطوعة دي احسن، لا دي هتبين عندك نقط تكنيكية احسن، لا انت موهوب في الحتة دي اكتر، بتقدر تطلع صوت حد يعني. فانا بختار معاهم المقطوعات، وبعدين وانس ان احنا بنتفق عليها بنبتدي بقى التدريبات، يمكن لمده 3 أو 4 شهور يعني، ان احنا قبل ما نصور الحفله اللي هنبعتها يعني. وهم عملوا اكيد اداء مشرف جدا يعني، بنتمنى من حضرتك توصل لهم مباركتنا ليهم على الفوز، وبنبارك لك كمان دكتور شادي عبد السلام المدير الفني لاوركسترا مكتبه الاسكندريه على فوز طبعا الكبير اللي انتم عملتوه، حصلتم على المركز الاول والثالث، فحاجه مشرفه جدا، الف مبروك.